في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة. ويحصل موقف تاني من مواقف رفض عبد الله بن أبي بن سلول دخول مدرسة الحب وتخليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات احتياج النبي والمسلمين لنصرة كل واحد. سنة 3 هجريا ومن المكان اللي احنا فيه ده تحصل حرب كبيرة بين المشركين والمسلمين. السنة اللي فاتت سنة 2 هجريا انتصر المسلمين في غزوة بدر واحنا 313 والمشركين ساعتها كانوا 1000 وقتل 70 واحد من المشركين. وجت قريش عشان تنتقم من النبي ومن أحبابه صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كعادته عشان ياخد الشورى نحارب جوه المدينة ونستناهم ولا نخرج بره وندافع عن نفسنا بره حدود مساكن الصحابة في المدينة. الشباب كان عددهم أكبر فياخد قرار الشباب إن هم لا يا رسول الله نطلع نحارب بره عند أحد، أما كبار السن قالوا لا نحتمي بالمدينة أحسن وكان عددهم أقل. لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هو والمنافقين اللي معاه قالوا لا نقعد برضه في المدينة، هم خايفين يحاربوا وعايزين يتخلوا على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أحسن نقعد ونحتمي بالمدينة. لكن عدد الشباب كان أكتر فخد النبي القرار صلى الله عليه وسلم إن يجي عند أحد علشان تحصل الحرب. قبل ما يوصل النبي عند جبل أحد يحصل الموقف اللي بيظهر فيه رفض عبد الله بن أبي بن سلول لدخول مدرسة الحب ونصرته للنبي وهو عينيه مقفولة عن رؤية الحليم سبحانه وتعالى اللي صبر عليه ولم يعجل له العقوبة رغم بعده عن ربنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول يقول قبل أحد لقد عصاني محمد، شوف بيتكلم إزاي، لقد عصاني محمد وأطاع الشباب، على ما نقتل أنفسنا؟ وقام راجع وشجع 300 واحد من المنافقين ان هم يرجعوا معاه ويتخلوا عن النبي. ما رجعش لوحده، رجع وشجع غيره انه يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مواقف كتير بتحصل دلوقتي، ناس مصره تبعد عن ربنا وما تخشش مدرسه الحب ومش شايفين حلم ربنا عليهم الحليم انه مش بيعجل ليهم العقوبه رغم بعدهم عن ربنا عز وجل. مش بس كده، مش بيكتفي برفضه لمدرسة الحب ودخولها، ده بيبعد اللي حواليه كمان عن ربنا. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتقلق